مشاهدينا، دائما المرأة يعني لها نصف المجتمع، وهي من يعني السيدات دائما مشاركات في إنجاح وفي الإسهام في إنجاح هذا المجتمع الأردني. يعني دائما احنا بنركز على تمكين المرأة في مجتمعاتنا العربية وخصوصا في مجتمعنا الأردني. اليوم راح نتحدث عن تمكين المرأة مع الناشطة الاجتماعية التي لها العديد من الأنشطة والمبادرات، السيدة هيام العوايشي. أهلا وسهلا فيك إبراهيم. عفوا، ميسر ابراهيم. ميسر ابراهيم، اه يعطيك العافيه. عفوا هنالك خطا يعني في الايباد، مش مشكله. اهلا وسهلا فيك سيدي ميسر، يعني يعطيك العافيه ومسرورين ايضا لوجودك معنا اليوم. بدايه يعني حدثينا عن اهتمامك بهذا العمل وكيف بداتي فيه تطريز، واتوقع يعني هذه المطرزات التي تذكرنا في التراث الاردني الجميل، يعني حدثينا اكثر كيف بداتي العمل. أنا والله يعني كنت بشتغل بالأول بالثياب وبالتطريز، وبعدين مريت بمرحلة مرضية شوي يعني، وتعبت وهيك، سلم عمرك يا ربي. وبعديها قرر الأطباء إنه يبتروا لي رجلي وهيك يعني، وبعدها إنه قررت إني أبدأ إشي جديد يعني. فكنت هيك يوم يعني قاعدة بالبيت وهيك، وحكيت بدي إنه فنجان، بلشت بفنجان القهوة. عندي مطرزات كانت بالبيت، فمسكت فنجان القهوة وحكيت إنه بدي أغطي يعني أشوف كيف بيطلع منظره حلو ولا لا. فطلع كثير حلو، ولما إني عملته الكل يعني أهلي وأصحابنا وهيك شجعوني إنه أستمر فيه يعني. بعد ما عملت فنجان القهوة طورناها لكاسة المي، أدوات منزلية كلها يعني. أيوة بالضبط، ثرية بهذا الجمال يعني. يعطيك ألف عافية. الله يعافي قلبك يا رب. رائع جدا. طب سيدة ميسر، أيضا يعني هنالك العديد من الأمور التي تمكن المرأة في هذا المجتمع، كيف تستطيع المرأة أن تمكن نفسها في هذا المجتمع؟ والله هي يعني السيدة بإرادتها. إحنا أنا يعني كنت أول يعني شغلي بالبيت يعني بداخل الحي، ما كنت يعني برا الحي أطلع أبدا. فلما انتسبت لتجمع لجان المرأة بالسلط، وصاروا هم يعني بعدها إنه ست ألفيرا كانت يعني هي تشجعنا على انه يعني نكون إشي بالمجتمع يعني. وهي اللي شجعتنا على هذا. فبعدها صارت انه يعني نشارك بالبازارات ونشارك زي هيك اشياء. مهرجان جرش وهيك يعني عن طريقها هي كانت تنظم لنا. وسبحان الله انه يعني حبيت هذا الشغل. معكم واشتغلتوا فيها والله زبطت. والحمد لله يعني مشت الحال هيك، وانه الحمد لله صار يعني دخل يعني رغم انه اشياء بسيطه صح، ويعني بس حلوه، وانه الكل يعني كان ينبسط وتعجبه. احنا دائما بنصنع من الاشياء اصلا البسيطه، هي بتكون فيها الجماليه وهي بتكون فيها الفخامه، هي الاشياء البسيطه يعني احنا ممكن انه نستخدمها في منازلنا. طب يعني ايضا سيدتي حدثينا اكثر عن مبادره ارفع راسك انت اردني. والله هي المبادره كثير حلوه يعني ورائعه، وانه احنا يعني بظل الأسرة الهاشمية وهيك يعني، ومجتمعنا الحمد لله متماسك وبحب إنه يكون يعني على طول بيظهر بالشاشة الحلو وهيك يعني. طب حدثينا أكثر عن هذه المطرزات، كيف تقومين بهذا العمل، وكيف أيضا تقسمين يعني وقتك في ترتيب المنزل والعمل في المنزل وأيضا في هذه الأشياء الجميلة التي أمامنا يعني. والله هو الشغل بالمطرزات والأشياء هاي متعة. يعني وانا تكون موهبة وهواية بالضبط. موهبة ومتعة يعني، انه لما الواحد بيعمل اشي حلو وجديد بكون يعني بكون مبسوط. طيب هلا نحن يعني داخلين على شهر رمضان المبارك، فانا شايفة فانوس مطرز جميل رائع جدا يعني، حدثينا اكثر عن هذا التطريز او هذه يعني الجمالية في هذا الفانوس، يعني اضفتي له الجمالية في التطريز هذا. اتوقع هو هيك لحاله ما رح يعطي المنظر يعني، هو فانوس اتوقع. فانوس هو فانوس رمضان يعني. انا اشتغلته بالسناره وبخيط الحرير، مش يعني زي هيك بالتطريز اليدوي. وعساس ليه اخترت اللون الزهر في هذا التطريز يعني؟ والله هو هذا اللون بيوحي بالتفاؤل يعني. الزهر والبني حلوات مع بعضها. وانه يعني لما انه يتدخل له الضوء العادي بالكهرباء وينزل الضوء، انه ما بنقدر نولعه بالكاز وهيك،
فبعطي جمال كثير حلو. وايضا اللوليات او الستريس الموجود عليه بيعطي يمكن ضوء اكثر لو مضيء فبصير يلمع. انا حاولت انه بس ما لقيت انه شحن وهيك نجيب ضوء يعني انه يعني نضوي، بس انه جربته بالبيت بالضوء هيك بس كثير حلو. حلو كثير حلو. ايضا شايفه بوتاجاز على راي اخواتنا المصريين يعني ما بعرف شو اسمه هذا الكانون، واحنا بنحكي له البابور. بابور. ايوه بابور. وهذا البابور نفس الشيء انه يعني منظره حلو لما يعني يتغطى بالتطريز. نعم. وانه باخذ يعني لما زاوية بالبيت حلو منظره، ممكن يكون يعني ممكن احنا ما نستخدمه بس يكون في منظر جمالي في البيت يعني بالضبط. مثل تحفي نحط في البيت. أيوة. يعني مع هذا التطريز. بالضبط. جميل. اخترت ايضا لون التريكواز مع البني من الجمالية، يعني التنسيق بين هذا اللونين بشوفهم كتير حلوين مع بعض. ايضا شايفة كاسات مطرزة على الكاسات. ايوه بالضبط، كاسات المياه او العصير او هاي كاسة ال كثير حلو. حلي ايامك. طب شو ممكن تكون مثلا اصعب الامور في هذه التطريز؟ يعني شو اصعب شيء ممكن تطرزي له؟ اذا انت حبيت الشغل ما في شيء صعب يعني. كله حلو. كله حلو. لانه كل ما انتجتي كل ما كان شيء حلو. نعم. يعني. نعم. وهي فكرة كمان انه الكل متغلب بالرمود، وين الرمود بالبيت، فهي عملتها انه للرمودات كمان. احنا ما نشبك الريموت كنترول في التليفون نرن عليه بس يضيع يعني. كثير حلو. صح، انه السيدات بتغلبوا كثير بالرمود، وين الرمود وهيك. من وين تستوحي هذه الافكار يعني؟ والله انه هاي انه انا بالبيت لانه بعاني من هاي الشغله الرمود يعني. من المعاناه يعني جت الفكره. بالضبط. رائع جدا يعني. كثير حلو كثير حلو. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك ويسعدك يا رب. شو حجاب؟ لا، هذا كمان منه للشالات يعني للدبوس. انه لا دبابيس. صح. واخذته مني وحده حطته لمفتاح السياره كمان. ممكن يكون ميدالية في السياره، تعليق. أيوة. السياره. بالضبط. جميل يعني. بتذكرنا ايضا في كل التطاريز هاي اللي ذكرنا فيها التراث الاردني، خصوصا دائما اللون الاحمر والاخضر والاسود بس يدخلوا والابيض في التطاريز. وهذا القلم اقلام الحبر هيك، ما حدا يعني ما حدا مستحيل يسرقك حدا صراحه. مميزه الالوان. وانا يعني هاي الفكره انه الكل يعني بيعملوا شالات. بيعملوا محافظ اشياء زي هيك، فانا حكيت انه اعمل شيء جديد يعني. شيء نادر. مش الكل بيعمل. واخر شيء موجود معنا كانه شيء هيك فلتر مي او ترمس مي ما بعرف شو. هذا للقهوه. ترمس. نعم. القهوه. ترمس القهوه. ايضا مش صعب يعني. طب لا. بس في شيء عن شيء يمكن بياخذ مساحه، بياخذ كميه اكبر من الشغل، صح؟ او وقت. بالضبط. يعني ايوه. متعب اكثر. يعني ما بعرف صراحه، انا هاي الاشياء كثير بحبها. وايضا هي اي شيء دائما بذكرنا في تراث بلدنا. بتضفي الجماليه على. صحيح. حياتنا وعلى منازلنا، خصوصا هاي الاشياء بتكون هيك في المنازل لو ما استخدمناها او ما استعملناها، بس هيك وجودها في المنزل بيعطيها الجماليه. يعطيك ألف عافية. وشكرا جزيلا لك يعني. نفتخر بوجود سيدات. سلام. مدبرات في منازلهم بهذا الشكل وبهذه الجمالية. خلينا مشاهدين نطلع فاصل صغير، نعود بعده في آخر استضافتنا لليوم. شكرا.